دلوقتي مع حضراتكم هنفتح ملف شديد الخطورة، هو محاولات الغش التجاري في تقاوي الذرة. ده أمر بيهدد الأمن القومي الغذائي المصري. الذرة يعني أعلاف، يعني لحوم، إذن هو أمر شديد الأهمية. شركة كورتيفا العالمية نجحت في تطبيق أحدث تكنولوجيا في العالم لحماية التقاوي اللي بتطرحها في السوق المحلي، سواء للذرة الصفراء أو البيضة. خليكم معنا. شركة كورتيفا العالمية بتقدم للمزارع المصري سنوياً أفضل تقاوي الذرة بايونير الصفرة والبيضة، كلها منتقاة وعالية الإنتاج لأنها مزروعة في مصر، وأنتجوها في محطة شركة كورتيفا العالمية لإنتاج التقاوي. وطبعاً الكميات كلها بتتخطف والمزارعين بيطلبوا كميات إضافية. ده أغرى بعض ضعاف النفوس من التجار إنهم يحاولوا يمارسوا كل أساليب الغش التجاري على التقاوي عشان يتربحوا بدون وجه حق، وده طبعاً بيهدد الأمن القومي الغذائي المصري. ولكن شركة كورتيفا نجحت في تطبيق أحدث تكنولوجيا في العالم لتتبع التقاوي وحماية المزارعين من الغش في التقاوي، وغيروا الشكاير بالكامل وأضافوا ليها QR كود معقد وصعب التلاعب فيه. دلوقتي هنقابل المهندس شريف نجم مدير الدعم الفني والتسويق في شركة كورتيفا مصر للبذور عشان نفهم ليه شركة كورتيفا اتحركت بقوة لحماية المزارعين من الغش التجاري. بدأ موسم الذرة، وده من أهم المواسم على الإطلاق في مصر، الذرة الصفراء والبيضة. المزارعين بيتوسعوا في المساحات بعد زراعة محصول القمح، ولكن ظهرت بعض حالات الغش. التقاوي بتاعتك بتتضرب ليه؟ لأن أنت الأجود والأعلى إنتاج وتقاوي منتقاة ومعمولة في محطات على أعلى مستوى من التكنولوجيا وفيها رقابة من الدولة، صح ولا لأ؟ مظبوط. طيب أنا كمزارع مصري من حقي حق أعلى إنتاج وبسعى لده، كيف أكتشف الشكارة الأصلية بتاعت شركة بايونير؟ أهم حاجة وأول حاجة علشان نطمن على الشكارة، إن الشكارة بتاعتنا شكارة سليمة، إن إحنا نجيبها من مصدر موثوق. إحنا عندنا تقريباً قرب 80 موزع معتمد لشركة بايونير منتشرين في جميع محافظات مصر، وهتلاقي معظمهم عندهم اليوفب بتاع بايونير، وبنبقى حاطين لستة بأسامي الموزعين بتوعنا على الإنترنت، وناس كتير بيجي لنا يسألونا نجيب التقاوي منين، نقول لهم روح الموزع المعتمد بتاعنا وأرقام تليفوناته وعناوينه كلها موجودة على الإنترنت. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن أنا دايماً لما أجي أشتري شكارة لازم أشتري شكارة معايا فاتورة، بيان، فاتورة، أي حاجة تثبت إن أنا اشتريت تقاوي. والحاجة التالتة برضو المهمة، إن أنت لما بتبص على التقاوي بتاعتنا الجودة بتاعت التقاوي والمعاملة بتبقى باينة في التقاوي نفسها، في الحبوب نفسها. يعني ممكن بالمتابعة الظاهرية أو المعاينة الظاهرية أكتشف إن التقاوي دي مش هي التقاوي الخاصة بشركة كورتيفا. طبعا، لأن في أوقات كتير بيبقوا جايبين التقاوي دي من فوق السطح، فما بتبقاش أصلا تقاوي، بتبقى ذرة حبوب عادي واخده من فوق السطح ومعبيه في الشكاير مضروبة، فيقول ان هي دي التقاوي بايونير، بس الحباية نفسها بتبقى حباية كبيرة قوي، مش حباية تقاوي. الشكارة نفسها بيقلدوها؟ مؤخرا اكتشفنا كذا حالة لحالات تقليد الشكاير، ان بيجيبوا شكارة ويطبعوها وبيعبوها طبعا ذرة مجهول المصدر ويبيعوا. عندنا كم علامة منها محطوطة ازاي؟ مديني بعض التفاصيل عنها. في عندنا مثلا اعتقد على الاقل 4-5 علامات، هتلاقي لون الخياطة بيختلف من هجين للتاني وكل سنة بيختلف، هتلاقي بانر او اسم الهجين مطبوع على طرف الشكارة من فوق، وكل شوية كل سنة بنغيره علشان في ناس كانت بتقطع الشكارة وتعبيها برضو دورة من اي حاجة تانية وترجع تخيطها تاني. هتلاقي لوجو او باركود موجود تقدر تعمل سكان بالموبايل بتاعك يفتح لك تفاصيل بتاعة الشكارة دي ومنتجة فين وتاريخ الانتاج وسنة الفحص والكلام ده كله. في علامة مائية برضو موجودة على الشكارة، اما تحركها في الشمس بيبان اللوجو بتاع الشركة. في حاجات تانية اكتر بقى بتبقى موجودة مع المهندسين بتوع المبيعات، كارت بيبين لك العلامة المائية اللي فوق، ما بتبانش غير او بتبان بلونين على حسب اللي موجود في الكارت. في جهاز كمان بيكشف
حبر سري موجود على البطاقة بتاعت الحماية بتاعت الشكارة. هو مش البديهة مش مهندس ان اي تاجر بيبيع بسعر غير رسمي او سعر اقل من السعر المتعارف عليه لشكارة الدرة يبقى الدرة اللي جوه دي مغشوشة، صح ولا لا؟ ده شيء وارد جدا، واكتشفنا حاجات زي كده، ان لقينا بعض الشكاير كانت مزورة موجودة عند موزعين صغيرين. ابتدينا نتتبع الموضوع لحد ما عرفنا نوصل لأصل الموضوع وعملنا فيه بلاغات رسمية، والجهات الحكومية ابتدت تتحرك وأخذنا فيه أكشن يعني، وترفع عليه قضية يعني. ده النهاردة فيها عقوبات بالحبس؟ بالضبط، العقوبات وصلت للحبس، وكان الأسبوع اللي فات كان لسه فيه مؤتمر لجمعية صناعة التقاوي. كان أهم هدف لي إن هو حماية التقاوي اللي موجودة وتقليل عمليات الغش اللي موجودة اللي بتحصل في السوق. خلي بال حضراتكم، شركة كورتيفا العالمية طبقت أحدث نظم التتبع لكل شكارة تقاوي للذرة سواء الأصناف الصفراء أو البيضة، وده من خلال إن أي حد بيعمل سكان بكاميرا الموبايل على الكيو آر كود اللي موجود على الشكارة بيتحدد محافظته واسمه ونوع التليفون، وبيقدروا من كمية التقاوي مساحته، وده خلاهم بيمتلكوا قاعدة بيانات كاملة بمزارع الذرة في مصر. الموسم ده انتم منزلين 11 صنف، صح كده؟ اتكلمنا عنها. بنحاول نلبي كل احتياجات المزارع بكل الطرق المتاحة. احنا السنة دي مقدمين هجين جديد مبكر، هجين أصفر جديد مبكر النضج اسمه B2105، يعني تقريبا بيطيب على في حدود من 95 ل 100 يوم. نسبة تصافي تقريبا توصل ل 83%، ودي من أعلى نسب تصافي. بيوفر لك تقريبا أسبوعين لتلاتة عن أي هجين تاني موجود في السوق. بيتزرع في العروة الرئيسية ولا في النيلية؟ احنا عندنا عروتين، عروة بدأت دلوقتي وفي عروة تانية النيلية في شهر 7 اللي جاي. تمام، هو بيجود زراعته في جميع العروات وبيجود زراعته في جميع الأراضي، وبالعكس كمان الهجين ده هجين جاي لنا مستورد من بره، من فروع الشركه من بره، وبيتزرع في كذا دوله في العالم، فده بيدي ثبات او دليل على ثبات الهجين على مستوى العالم، فده بيدل على ان الهجين ثابت تزرعه في اي وقت في اي ميعاد في جميع الظروف الجويه المختلفه يدي لك اعلى انتاجيه ان شاء الله. ادينا اصناف تانية كمان اللي الفلاح بيحبها. في مثلا هجين متميز برضو اللي هو 3-4-33، او بنقول عليه اختصارا هجين 33، ده جودة حبوب ممتازة. الحبوب بتاعته لونها تقريبا برتقاني، وده دليل على ان نسبة البروتين او الكاروتين اللي فيه عالية. هجين يعني ثنائي الغرض، ينفع معاك في السلاج ممتاز، ينفع معاك في الحبوب ممتاز جدا. شفناه معاكم في اكتر من حقل ارشادي. في عندنا برضو من الهجن المتميزة هجين فضة، ده برضو يعتبر حديث وانتشر انتشار جامد جدا، وفي نفس الوقت يعتبر سعره معقول بالمقارنة بالأسعار التانية. وفي عندنا كمان هجين 30 نون 11، ده بنقول يعني وحش الظروف الصعبة. هجين ده يعني بنقدر بنقول بنتحدى بيه أصعب الظروف في الإنتاج من ضمن الهجن، وبينفع كمان جدا في التصنيع الغذائي. تعالوا بقى نقابل المهندس إبراهيم حسن مدير الإنتاج في شركة كورتيفا مصر للتقاوي، وبالمناسبة هو المسؤول الأول عن محطة إنتاج تقاوي الذرة في مصر. عندنا عمليات مهمة جدا بتتم عشان نقدر ننتج شكارة التقاوي، أنا شفتها وشفت المراحل، معقدة جدا وبتكنولوجيات عالية جدا عشان نضمن الإنتاجية العالية في كل حبة تقاوي. اشرح لنا ايه اللي بيحصل. هي مراحل الانتاج بتبدا من الحقول، احنا بنبدا نزرع الاب والام للهجين. طبعا الهجين ده بيبقى عباره عن الهجين ده هو الصنف اللي احنا هنديه للمزارع. مظبوط، هو نتاج تهجين ما بين الاب والام، سلالتين نقيتين فيهم صفات وراثيه مرغوبه، وبنبدا نعمل عمليه الانتاج في الحقول بان احنا بنزرع الاب والام بمعاملات معينه بخطوط معينه بريت معين، ونبدا نعمل عمليات حساسة جدا ليها، ان احنا نعمل مثلا على سبيل المثال عملية التطويش. عملية التطويش دي هي ازالة سنابل نباتات الام علشان نضمن ان حبوب اللقاح الموجودة في الحقل هي حبوب اللقاح بتاعة الاب. عندنا مكن ومعدات على احدث ما يكون في العالم، ان هي تقدر توصل الجودة بتاعة المنتج ده الى اعلى جودة عشان الشكارة لما تتعبى وتنزل للمزارع تكون بالجودة المرغوبة للمزارع. كده مش مهندس ابراهيم، حضرتك عملت اللي عليك وزيادة، أنتجت تقاوي عليات الإنتاج وحطيتها في هذه الشكارة، شكارة كورتيفا أو بايونير، شركة بايونير. للأسف البعض من ضعاف النفوس بياخدوا الشكارة دي يفضي التقاوي بتاعتك ويحط فيها تقاوي محدش عارف جايبها منين،
وبتسبب ضرر بالغ للإنتاج الوطني. عشان كده أنا عايز حضرتك تشرح لنا العلامات اللي محطوطة عشان نضمن إن الشكارة دي أصلية، إن الفلاح وصل له التقوية بتاعتك اللي أنت تعبت فيها لغاية أرضه. اشرح لنا حضرتك، امسكها واشرح لنا. طيب بداية الشكارة برضو عشان أبقى ضامن المنتج بتاعي هو موجود فيها، إحنا بنعمل الشكارة عبارة عن ثلاث طبقات من الورق وطبقة بلاستيك في النص علشان تحافظ على الشكارة لو لا قدر الله جه مية أو رطوبة على الشكارة الخباية اللي جوه ما تتأثرش. الطبقة البلاستيكية دي من جوه موجودة في النص، متواجدة جوه النص. تمام تمام تمام. دي بتمنع أي وصول المية أو الرطوبة للحباية، لأن عوامل الإنبات لازم يكون متواجد فيها رطوبة، فلو الرطوبة أصبحت متواجدة حوالين الحباية هتزرع جوه بالظبط، يبقى المنتج نفسه هيبقى بايظ. زي ما حضرتك ذكرت كان في بعض الناس بيعملوا بعض الممارسات إن هم بيفتحوا الشكارة من فوق في الخياطة بتاعتنا ويبدأ يفضي الشكارة التقاوي الجيدة بتاعتها، ياخدها ويحط جوه أي دورة موجود بقى، سواء جايبه من السطح، سواء جايبه فرط، سواء جايبه أصلاً دورة تجاري. طب بيقفلها إزاي؟ بيبدأ يخيطها يدوي بس بتبان. احنا بدأنا ننوه للمزارعين عن الكلام ده، فبدأوا يعرفوا لو لقى ان الخياطة مش مناسبة او مش متصلة زي الأول والآخر بيبدأ يقول الشكارة دي فيها مشكلة. ده هنا مظبوط بتبقى الخياطه في الستريب اللي فوق ده او الشريط اللي موجوده فوق دي. تمام. فلما بداوا يعرفوا الكلام ده اصبح ان هم بيحاولوا يتحايلوا على الموقف، فبداوا يعملوا ايه، يقطعوا الشكاره من فوق علشان الخياطه تكون خياطه من الاول، فما يبانش ان فيها نوعين من الخياطه مختلفين. فبدانا نعمل لهم طباعه فوق بالشكل دوت، هنا ما يقدرش يقطع لانه لو قطع هيقطع الطباعه اللي موجوده فوق، وبالتالي تبقى باينه جدا ان هي مش موجود. يعني لازم الخطين دول موجودين وبينهم كتابة والخياطة بتكون على ده اسم الصمغ بين الخطين. مظبوط. الحاجة التانية ان الشكارة كمان الديزاين بتاعها غيرنا، احنا كل سنة بنغير في التصميم بتاع الشكارة بحيث كل سنة؟ كل سنة. يا سلام. علشان اقدر يعني اصعب الموضوع بشكل كبير جدا على السوق الموازي ان هو يقدر يضرب الشكارة بتاعتي. من الحاجات الجديدة اللي احنا عملناها في الشكارة على سبيل المثال بطاقة الكيو ار كود دي. بطاقة الكيو ار كود دي هي تعتبر احدث تكنولوجي موجودة في العالم حاليا. فيها أربع طرق إنك تتأكد إن البطاقة دي سليمة ولا لأ، وفي نفس الوقت بتدي لك برضو معلومات وبيانات عن الشفارة اللي أنت بتعمل عليها الاسكان. في فوق هنا شريطة لونها أسود، الشريطة ديت باللون الأسود بتاعها عن طريق كارت ذكي متواجد مع كل مهندسين الإنتاج وكل مهندسين الحقول والمهندسين المبيعات والتسويق في الشركة، يقدر يكتشف البطاقة دي سليمة ولا لأ عن طريق إن هو بيعديها فوق الشريطة اللي لونها أسود دي، بتديله لون أحمر ولون أخضر على حسب ما بيحرك. المنطقة اللي عاملة زي سنبلة قمح دي. مظبوط. صح كده بالعرض. بالظبط كده. دي أول طريقة من طرق اكتشاف هل البطاقة دي سليمة ولا لأ. البطاقة دي مش متواجدة مع المزارع، مش متواجدة مع الموزع، لكن متواجدة مع كل مهندسين وموظفين الشركة المتواجدين في السوق. تمام. في أي وقت تقدر توصل له. الطريقة التانية عن طريق الدايرة، الدايرة السوداء اللي تحت ديت. الدايرة ديت فيها علامة مائية مع الإضاءة وبتحرك الشكارة بتلاقي شكل، يا اما شكل ورقه شجر يا اما شكل بيدي لك اوكي وعلامه كورتيفا، فتقدر منها تقدر تعرف الكلام ده. لو حد حاول يعمل كوبي من البطاقه دي عمر العلامه المائيه ما هتشتغل. بنزود على كده كمان الكيو ار كود نفسه. الكيو ار كود ده بيتعمل له سكان عن طريق ابلكيشن موبايل. الابلكيشن دوت متواجد مع كل المهندسين بتوعنا، واي مزارع في اي مكان يفتح الكاميرا يقدر بالكاميرا يعمل سكان لهذه الكيو ار كود دوت، بيطلع له اذا كانت البطاقه سليمه ولا لا، لان لو البطاقه سليمه هي بتاعتنا هتبقى القرايه مظبوطه وبتدي له لون اخضر. ايه الجهاز اللي بيدك اللي فوق ده؟ الجهاز ده اخر طريقه من طرق الكشف عن البطاقه. ده يعتبر مش موجود في حته في العالم حاليا غير عندنا. في نفس الدايره ديت في حبر سري، مهما كان محدش يقدر يعمله غير الشركه المصنعه، والجهاز ده ما بيقراش غير الحبر السري اللي في الدايره دي. فلو حد عنده شك في شكارة معينة بيبدأ يتواصل معنا مع الشركة أو مع المهندسين بتوعنا، وبنبدأ ننزل بالجهاز ده ونعمل سكان على مكان معين في الدايرة دي، بتدي إضاءة لونها أخضر. أخضر معناها إن هو وجد الحبر السري المتواجد هنا. باختصار عندنا طرق متعددة لكشف الغش التجاري في تقاوي الدورة الخاصة بشركة كورتيفا. أولاً بطاقة كيو آر كود فيها كل بيانات الشكارة وعلامة مائية متغيرة الشكل وحبر سري محدش يقدر يكتشفه إلا بجهاز خاص، وخطوط باللون الأحمر في منطقة فتح الشكارة عشان محدش يقدر يقطعها. كده هم قاموا بدورهم، فاضل ان المزارع يشتري من تاجر ثقة وبفواتير لحفظ الحقوق.